ايه ده؟ الله، ده ايه الفله دي؟ لسه مخلصه تنظيف البيت حالا، مش قادره هموت. تسلم ايدك يا بيبي. فين ياسين؟ ماما ماما بس جبت ايه؟ القرف ده، ده سكيت بورد. اهلا وسهلا، وده جاي يعمل عندنا ايه ان شاء الله؟ مين جابهولك؟ ده بابا. بس يا ولد انت ايه؟ انت يا ايمن تعمل فيا كده؟ ايه؟ لا، وفين؟ في بيتي؟ لا ما انت كده فاهم. وامتى؟ فاهم يوم التنظيف؟ في بس ليه يا ايمن؟ الولد عملت فيك ايه؟ مش حاجه. ليه؟ ليه يا ايمن؟ ليه؟ ليه؟ صلي على النبي، عشان الولد يركبه. عشان اركبه. وبالنسبه لتعبي وشقايا والتنظيف والشقه اللي بتلمع دي، لا لا مش هينفع. لا 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 هينفع. ما احنا بقى ايه، هنشيل العفش ونلم السجاجيد ونرجعهم تاني. هو هيشيل العفش ويلم السجاجيد، بعدين هيرجعهم كلهم زي ما كان. اللي هيقرب من الشقه دي هيدفي مطرحه. انا لسه مخلصه تنظيف وتلميع وشاربه ربع جدول وجدعه قوي، وما بيهمنيش حد. انا يا اكل يا مقتول. ما تخافش. ايه الرخامه دي؟ الرخامه دي في ايه؟ ده احنا هنلعب شويه ونرجع كل حاجه مكانها. هينفع والله العظيم هينفع. لا 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 لا، بلاش دخلت رشوان توفيق والرعشه دي، مش هتاكل معايا. بلاش والنبي اخد الحركات دي معايا. طب وافقي. طب تعالي يا هلا، تعالي تعالي وانا اجيب لك حاجه حلوه. تعالي وانا اجيب لك عصاره الفواكه، عصاره الفواكه اللي نفسك فيها. بذمتك خمس سرعات؟ ست سرعات. أربعة لتر. أربعة لتر؟ لا، ستة لتر، وكمان بتشيل بذرة بطيخ. خليهم سبعة لتر. سبعة لتر، وكمان معاها مقشرة الجزر الرهيبة. ديل. بس كل حاجة ترجع زي ما كانت. ديل. هي. يلا بينا يا ياسين. يلا. سوري يا ماما، أنا آسف. اقسم بالله هفسلك العجل لو انت مش نافع معايا. لا لا لا، مش هينفع. لا لا، هي المانجا، هي المانجا اللي هتظبط لي هرموناتي. صبرني يا رب، صبرني يا رب. السكيت بورد ده سخيف جدا، وعمري ما اعرف اركبه. ازاي يعني اقف على خشبه بعجل ومن غير ما انا عارفه؟ يا اخويا اهي بلاوي بتتحدث علينا. ماله بنك الحظ؟ ماما انا هروح اقول لبابا. ربنا يبارك لك يا حبيبي. ماما ينفع نادي سيد يلعب معانا؟ ما دام انت وسيد هتلعبوا في البيت من غير ما تبوظوا اي حاجه ومفيش سكيت بورد، هات اللي انت عايزه. نادي سيد فورا. سيد تعالى.